الام بعد الولاده بتكون نفسها ان هي تستعيد رشاقتها مره تانية وتلعب رياضه، لكن طفلها دايما بيمنعها من ده، ما بيبقاش عندها وقت خالص تعمل اي حاجه لنفسها، لانه بيكون محتاج طول الوقت ان هي تهتم بيه وتبقى قاعده بيه. لكن في بقى ام لقت حل عبقري وقررت انها تلعب رياضه وهي مع طفلها. نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صوروا الفيديو ده وتداولوه، تم تصويره وتداولوه وهي بتعمل مجموعه من الحركات بقى الرياضيه وهي شايله طفلها. هتشوفوا بقى الصور وما اعرفش هل في حد ممكن يعمل كده ولا لا. يعني زي ما احنا شايفين في الصور واضح ان هي ابتدت تستعين بالطفل كانه دامبلز كده، يعني بتلعب يعني احمال بتسلي، منها ان هي قاعده معاه وقدام عينيه، ومنها ان هي بتادي استعداد فظيع. يعني هي طريقه كرييتيف قوي في الحقيقه. لان معظم الامهات بيبقى عندهم كسل ومش قادرين يقوموا وتعبانين وكده.